مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية التي تطل عليكم عبر قناتكم الجزائرية الإخبارية في هذا الوقت. ساعة نسلط من خلالها الضوء على أهم الأحداث والمجريات في سياق الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد. وضع استدعى رص الصفوف وتوحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والهيئات ورسم خارطة طريق جديدة على أساس التكافل والتآزر وتسهيل المهام. وكل هذا ينصب ضمن المسعى العام وجهود الدولة لمكافحة انتشار الوباء والخروج من الأزمة الصحية التي نعيشها والتي انعكست تداعياتها على كل المجالات. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كانت منذ بدء عمر هذه الأزمة على أهبة الاستعداد، واستطاعت أن تكيف عمل أجهزتها بما يتماشى مجريات الحجر الصحي ويضمن سلامة المواطنين، وهذا من خلال وضع تسهيلات إدارية وإجراءات جديدة وغيرها من التدابير، وهذا بالتنسيق مع وزارات أخرى وبأخذ بعين الاعتبار كل الفئات عبر كافة التراب الوطني، مؤكدة على دعوة الرجل الأول بالوزارة الدكتور أحمد شوقي عاشق يوسف إلى تعبئة كافة القدرات وتجند الجميع والعمل يدا واحدة للتصدي ومحاربة جائحة كورونا. صور تضامنية وتلاحم مع المواطنين خاصة في البليدة التي تعرف حجرا صحيا كليا، مساعدات وتسهيلات وجهد كبير تضاف إليه سلسلة من الإجراءات الجديدة. نتابع هذه الورقة في الموضوع لزميلتي رئيسة التحرير خديجة طهر عباس. لأن الظرف صعب ويستدعي تكاثف الجميع وتجند مختلف القطاعات وضم جهودها إلى قطاع الصحة المعني الأول بهذه الأزمة الوبائية، قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انضم كغيره من القطاعات إلى المسار التضامني الهادف إلى تحمل أعباء هذه المرحلة الصعبة. تجنيد 1000 طبيب وأكثر من 130 مساعد اجتماعي تابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، ووضعهم تحت تصرف وزارة الصحة لتدارك النقص في عدد الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية، وكذا تسخير كافة الإمكانات التابعة للقطاع من أجل المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أينما كانوا. وفي السياق نفسه، وضع القطاع تحت تصرف السلطات المحلية الشباك المتنقل الخاص بصناديق الضمان الاجتماعي للمساهمة في إحصاء ومساعدة الأسر المعوزة في المناطق المعزولة خاصة. وتحسبا لشهر رمضان، وضع القطاع رزنامة مواعيد جديدة لصب معاشات ومنح التقاعد، وذلك بتقديمها بدءا من 20 أفريل إلى 22 أفريل الجاري. كما اتخذ القطاع جملة من الإجراءات التسهيلية كتمديد صلاحية بطاقة الشفاء إلى غاية نهاية أفريل الجاري، وتمكين أرباب العمل من إيداع السكوك وأوامر الدفع الخاصة بالاشتراكات على مستوى أي هيكل تابع للصندوق. لتفصيلي في كل هذه النقاط وغيرها، أسعد وأتشرف باستضافة الدكتور فوزي هوام المدير العام للضمان الاجتماعي بالنيابة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. دكتور فوزي هوام، أهلا بك. شكرا، مرحبا وشكرا بكم. وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا. دكتور، نبدأ من سلسلة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة ضمان العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ولكن سنبدأ من آخر نقطة. ربما بالأمس كان هناك زيارة لسيد الوزير عاشق يوسف برفقة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والسكن وإصلاح المستشفيات بن بوزيد إلى أول مركز للتشخيص الذي بادرت به الوزارة. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنشاء هذه المراكز؟ كم عدد المراكز وأين ستتموقع؟
شكرا، شكرا لك لإعطاء الفرصة للتدخل وتوضيح ربما هذه الإجراءات التي بادر بها قطاعنا، والتي تذهب في اتجاه تدعيم القدرات الوطنية من ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج، وأيضا من ناحية توفير الكوادر والإطارات الطبية لمواجهة هذه الجائحة التي واجه بلدنا على غرار البلدان العالم. وكما قلت في آخر التدابير وليست الوحيدة، وهي وضع تحت تصرف قطاع الصحة مجموعة من المنشآت الصحية، وهي 4 مراكز للتشخيص تحتوي على معدات للتصوير وللتشخيص التصويري سكانر واليرم، بالإضافة إلى 31 مركز علاج وتشخيص متوزعة حول 17 ولاية. هذا الإجراء هو يعتبر إجراء استباقي، لأن الحمد لله الخطة الموضوعة لمواجهة هذه الجائحة تعطي ثمارها، لكن لا نستطيع الانتظار حتى تتفاقم لا سمح الله هذه الجائحة ونضطر إلى البحث عن إطارات وكوادر. ولهذا السبب قطاعنا وعلى رأس السيد الوزير، ربما كونه هو طبيب ومن إطارات سابقة لقطاع الصحة، كانت فيها إجراءات استباقية لوضع هذا الطاقم الطبي وهذه المنشآت تحت تصرف قطاع الصحة، وهذا يسمح بتوزيع الجهود بناء على الطاقم الذي دعم قطاع الصحة، وبالتالي الاستعمال واللجوء لهذا الطاقم يكون بناء على الخطة الموضوعة من طرف قطاع الصحة لمواجهة هذه الجائحة. هذه الطواقم الطبية، كل أطباء تابعين للصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعي، وكذا الصندوق غير الأجراء، عمال الأجراء وغير الأجراء، كلهم مجندون وسيلتحقون بهذه المراكز. هم موضوعين تحت تصرف قطاع الصحة، لا يمكن أيضا أن نضع أطباء على مستوى مستشفى إذا لم تكن هناك حاجة لاستغلال قدراتهم وطاقتهم. إذن هم كما قالها السيد الوزير في مداخلته، هم موضوعين تحت تصرف الطاقم الطبي والهيئة التي تقوم بتحديد الخطة لمواجهة هذه الجائحة، وبالتالي يمكن اللجوء لهم وللمنشآت الموضوعة تحت تصرفهم عند الحاجة بالتنسيق مع قطاع الصحة لتنفيذ هذه الخطة. هذه الخطة دكتور فوزي هوام هي تعد خطة استشرافية قامت بها الوزارة عن طريق دراسة وعن طريق كذلك استشراف ربما للمستقبل وتفاديا لأي حالة من الطوارئ. بالضبط بالضبط، هذه عملية استباقية تسمح بتحضير كل الإمكانيات التي يمكن اللجوء إليها في حال ما إذا لا سمح الله تطور الوضع واحتجنا إلى مساهمة قطاعات أخرى ومساهمة أطقم طبية خارج أطقم قطاع الصحة. خاصة دكتور إذا سمحتم لي، فيما يخص التشخيص، الكثير من المستشفيات اليوم تفتقد لمعدات التشخيص، هل هذه المعدات ستدخل حيز يعني الخدمة في الأيام القليلة المقبلة؟ بالطبع، هناك تنسيق مع قطاع الصحة، وهذه المعدات على شكل المثال ذكرت سكانر واليرم، اللي هي بين الوسائل اللي تستعمل حاليا للتشخيص على مرض كورونا، من الإمكان بالتنسيق مع قطاع الصحة أن تستعمل، وهذا يرجع للخطة الموضوعة من طرف قطاع الصحة. لكن الهيئات راهي موضوعة حاليا تحت تصرف، وهيئات الضمان الاجتماعي أعطيت لهم تعليمات من أجل التنسيق مع قطاع الصحة لتنفيذ هذه الخطة في أحسن. وسيكون لها بإذن الله دور فعال كذلك لفك ذلك الضغط أو لتقليل من ذلك الضغط المفروض على المستشفيات. نحن نعلم اليوم أن المستشفيات ليست فقط في مجابهة مرض كورونا، هناك أمراض أخرى ومصالح أخرى تحتاج لهذا النوع من يعني الأجهزة الطبية. طبعا بالطبع، لأن المستشفيات حاليا كما قلتي مكتظة، وتعرف تواجد عدد كبير من المواطنين اللي يلجؤوا للعلاج. إذا وسعت هذه الدائرة إلى المنشآت المتوفرة عليها على مستوى الضمان الاجتماعي، ربما يكون هناك تخفيف من الضغط وفتح فرص أخرى للتكفل الصحي بالمواطنين وبالمؤمن لهم اجتماعيا. طيب دكتور، في تكفل دائما بالمواطنين، كان سيتم كذلك العمل أو تم العمل على إنشاء
شبابيك متنقلة تصل إلى المناطق المعزولة أو مناطق ما يعرف بمناطق الظل، كيف يجري العمل على مستوى هذه الشبابيك؟ شكرا على السؤال. هذه الشبابيك هي أنشئت خصيصا للتكفل ولتفقد احتياجات فئة خاصة موجودة في في مناطق الظل، المناطق التي ذكرها السيد رئيس الجمهورية. نعم. مناطق الظل والتي عانت في السابق من النقص وحرمان من ناحية الخدمات. قطاعنا بادر بإنشاء هذه الشبابيك المتنقلة، هي عبارة عن سيارات تحتوي على تهيئة تقنية ومعدات تقنية بالإضافة إلى إطارات ليكونوا في هذه السيارات. نعم. ويتنقلوا على مستوى كامل مناطق الظل لإحصاء المعوزين الاحتياجات، أيضا لرصد وتذليل كل الإجراءات الإدارية التي يلاقيها المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق. إذا الإدارة هي اللي راح تتقرب من المواطن باش تعطي له كل الإجراءات لتقليل إذا كان من عناء يعني التقدم ومن تقليل عناء التنقل، ووجدت الفائدة نتاعها أكثر في هذه السانحة اللي هي جائحة كورونا، اللي ساهمت في تقليل تنقلات المواطنين، لأنه الإدارة هي اللي راح تتنقل حتى إذا احتاج الأمر إلى وجود مساعدات اجتماعيات وأطباء للنظر في احتياجاتهم على مستوى هذه المناطق، وهي تساهم كذلك في الإحصاء. ربما الدولة اليوم لا يمكنها إحصاء كل الفئات المعوزة، خاصة التي يعني تكون في نقاط بعيدة جدا. طبعا بالمناسبة هذه الشبابيك المتنقلة وضعت تحت تصرف السلطات المحلية. نعم. للولايات التي يتبعون لها للتنسيق والعمل في بيد واحدة لرصد كل الفئات المعوزة، لأنها عندها مهمتين، مهمة التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا التابعين لهم، لأنهم هم تابعين لصندوق التأمين الاجتماعي للعمال الأجراء ولغير الأجراء، ومن جهة أخرى لحصر وتعداد الفئة المعوزة. نعم. والاطلاع على انشغالاتهم والاحتياجات تاعهم، وتكون ذلك وصل همزة وصل مع السلطات المحلية لحصر كل ما هو موجود على مستوى هذه الولايات. جيد. وزارة تشغيل العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كانت من الوزارات السباقة التي بادرت بإجراءات كثيرة يعني لمساعدة المواطنين على البقاء في منازلهم، خاصة فئة المتقاعدين، نعرف أنهم أناس يعني متقدمون في السن. ما هي التسهيلات التي وضعت، وما هو كيف ولماذا سيتم ضخ معاشات يعني في وقت مبكر هذا الشهر؟ شكرا. على كل حال هي زوج نقطتين يمكن التطرق لها، من جهة التطرق إلى الإجراءات بمناسبة هذه الجائحة. نعم. والتي تستدعي من أبائنا وأمهاتنا المكوث في بيوتهم، لأن لاحظت أن الناس اللي عرضة لهذه الجائحة التعقيدات الصحية تكون على مستوى الفئات العمرية الكبيرة. نعم. وبالتالي باب المحافظة على هذه الفئة اللي هم أبائنا وأمهاتنا، بدر القطاع بإجراءات من ناحية في تسهيل إجراءات الإدارية للحصول على المعاشات، حتى فيما يخص الوثائق التي تجدد دوريا تم إرجاعها إلى حين تكون فيها فرصة لإعطائها بطريقة أحسن بدون تعريض المتقاعد إلى التنقل. أيضا من ناحية الإجراءات التي أعطيت لهم فيما يخص الإطلاع على ملفاتهم على. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي من طريق فضاء المتقاعد الذي يتيح لهم ولأعضاء الأفراد العائلة تاعهم بالإطلاع على مسار ملف التقاعد للمتقاعدين. بالإضافة إلى ذلك يأتي الإجراء الثاني هذا، ولكن هذا تحسبا لشهر رمضان الكريم صديق. والذي في كل سنة يأتي وعنده احتياجات مادية لتحتاج التحضير مسبق، ولذلك قرر قطاعنا، قرر الوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تسبيق صب المعاشات لتعطي فرصة للمتقاعدين للاستفادة من معاشهم في تحضير هذا الشهر الكريم والذي يعود علينا إن شاء الله بالصحة والعافية إن شاء الله. دكتور هوام، هناك أيضا إجراء يخص بطاقة الشفاء التي يتم تجديدها دوريا، ما هو الإجراء الذي اتخذته الوزارة على مستوى هذه النقطة؟ شكرا. فيما يخص بطاقة الشفاء، وهي تعد وسيلة إلكترونية حديثة تسمح للمؤمن لهم اجتماعيا من الاستفادة من العلاجات، من تعويض، من التكفل بالدواء
على مستوى الصيدليات وعلى مستوى مهني الصحة المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي. هذه البطاقة للتذكير يعاد تحيينها في كل سنة في 31 مارس. نعم. لكن استثناء بسبب هذه الظروف الخاصة تم إرجاء تحيينها إلى نهاية أفريل، مع النظر في حال تطور الوضعية وبقاء في نفس الوضع أنه ممكن النظر في إمكانية تمديد هذا الإرجاء، وذلك للسماح للمواطنين بالمواصلة على الاستفادة من خدمات صحية دون التنقل من أجل تحيين هذه البطاقة. وهذا أيضا يمشي في مصب نفس المسعى، وهو تنقيص وتقليل التحركات المواطنين. الدعوة تاعنا على القطاع اللي نقولها في كل مناسبة، ماذا بنا أن المواطنين يلزموا مساكنهم حفاظا على أنفسهم وعلى ذويهم وعلى باقي المجتمع، وهو نداء يقوله كل الأخصائيين. طيب، على مستوى الوزارة، مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، هل هناك تعامل خاص مع الفئات، مع فئات خاصة في هذا الوضع، خاصة فئة العمال الذين يعني غير الأجراء من تجار ومنتجين وغيرهم؟ حتى درك الإجراءات، أنه منظومة العمل الوطني للضمان الاجتماعي، نعم، عندها مهمتين. المهمة الأولى هي التكفل بالخدمات الطبية، نعم، والخدمات التابعة لنظام الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى التكفل أيضا بجمع الاشتراكات، نعم، لتوفير هذه الوسائل المادية لتسمح بتقديم الخدمات. نعم. فيما يخص الاشتراكات، نظرا للوضع هذا الخاص، قامت الضمان الاجتماعي بتسهيل كل الإجراءات الإدارية التي تسمح بتقديم هذه الاشتراكات على مستوى كل مراكز الدفع المتواجدة والمتوزعة في القطر الوطني. نعم. في السابق كانت هيئات مخصصة لجمع الاشتراكات، لكن بمناسبة هذه الظروف الخاصة تم توسيع نقاط دفع الاشتراكات، مع إعطاء إمكانية تصريح عن بعد عن طريق التطبيقات الإلكترونية الموضوعة تحت تصرف أرباب العمل والحرفيين وكل أصحاب المهن، التصريح عن بعد بنشاطاتهم، وبالتالي تقليل من تنقلاتهم، حتى إذا تنقل يتنقل إلا لدفع الاشتراك تاعه، ما يحتاج إلى عدة تنقلات. الوزارة كذلك سخلت منصات أو مواقع يعني إلكترونية وضعتها تحت خدمة المواطن. ما هي الخدمات التي تقدمها هذه المواقع، وكيف للمواطن أن يستفيد منها؟ شكرا. هذه الخدمات تابعة إلى نظام المعلومات الذي تم تطويره من طرف قطاعنا، والذي يسمح بالتفاعل والتعامل مع المواطنين وعلى المستفيدين، نعم، بهذه الخدمات من خلال تطبيقات. نذكر من بينها فضاء الهنا مخصص لطبقة المؤمن لهم اجتماعيا، نعم، العمال، والتي تسمح بالحصول على شهادة انتساب، متابعة تعويض الأدوية تاعهم، الحصول على التعويضات اليومية بالتأمين على المرض والأمومة، دفع شكاوي في حال ما إذا كان هناك تقصير، وأيضا الاستعلام عن طريق طرح أسئلة مباشرة ليتم الجواب فيها مباشرة. لأنه النظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الأجراء هي منظومة تم تطويرها لتجنيب المؤمن له اجتماعيا باش يتنقل لشبابيك أصلا عن طريق نظام الشفاء، التعامل عن بعد. فبطاقة الشفاء تسمح للمؤمن اجتماعيا بالاستفادة من الأدوية دون اللجوء إلى الصندوق مباشرة، بالتعامل تلجأ مباشرة للطبيب دون اللجوء إلى الضمان الاجتماعي. وبالتالي هذه التطبيقات جاءت لتدعيم منظومة قائمة، ومن هدف منها هو تدليل كل الصعوبات لفائدة المؤمن. بالنسبة لي أيضا بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل، عندنا تطبيق الوسيط الذي يسمح حتى لطالبي العمل من تسجيل طلباتهم للعمل عن بعد والحصول على أجوبة عن طريق هذا التطبيق، وهي متوفرة على كل المنصات التابعة للوزارة وللهيئات التابعة للوزارة، يمكن الاطلاع عليها. حتى أن الوزارة فكرت في الأشخاص الذين ربما
يصعب عليهم التعامل مع الوسائل الحديثة، فقد تم تطوير يعني دي توتوريو، يعني مقاطع فيديو توضح للمستعملين بطريقة بسيطة ومبسطة وسيلة المستعملة لاستغلال هذه التطبيقات، وربما تعطي لي الفرصة باش نقول بلي هذه الوسائل كلها مدعمة أيضا بمراكز هاتفية لموضوع تحت تصرف المواطنين للجواب مباشرة على انشغالاتهم، يعني للاستفسار مثلاً كما صندوق التقاعد عندها 30-11، نعم، صندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي العمال الأجراء 30-10، ولانام 30-5. ممكن إعادتهم دكتور من فضلك؟ الصندوق الوطني للتقاعد 30-11، نعم، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي العمال الأجراء 30-10، نعم، والوكالة الوطنية للتشغيل لانام 30-05. يعني للاستفسار والسؤال في والحصول على الأجوبة مباشرة لتجنيب كل تنقل، وهذا نداء يكرره في كل مرة، لا نمل من تكراره، نسأل ونطلب ونرجو من المواطنين التزام مساكنهم، وإذا استدعى الأمر هناك الهواتف، هناك التطبيقات الإلكترونية التي تسمح لهم بالحصول على المعلومات وعلى الأجوبة على تساؤلاتهم. الوزارة قامت كذلك بعيدا عن الإجراءات، قامت بهبات تضامنية مع المواطنين ومع الشعب الجزائري في أحلى صورة، يعني تعكس ذلك التضامن وذلك التآزر خاصة مع سكان البليدة. هي على كل حال الشيء اللي نقدر نقوله أنه الهبة التضامنية هي هبة ترجع من باب الأمانة للإطارات وموظفي القطاع بصفة شاملة، نعم، اللي قاموا بمساهمات تطوعية، نعم، فردية بدون تعليمات، نعم، لمساندة إخوانهم، وربما هذه في كل فرصة شدائد يظهر المعدن النفيس للجزائري، نعم، وهذه هبة خاصة لا تنأى عن المساهمات والتضامن وهبات التضامن التي يقوم بها كل المواطنين في قطر الوطني بصفة عامة. ونحن كذلك نحيي كل عمال القطاع ونشكرهم من خلال شخصكم الكريم على هذه الهبة التضامنية. طيب دكتور فوزي، هل هناك مخطط عمل؟ هل هناك دراسة في حال تمديد عمر الأزمة؟ هل تعملون بتنسيق؟ كيف يجري العمل بتنسيق مع الوزارات أو الجهات الأخرى؟ هي في الحقيقة مواجهة هذه الجائحة التي هي محنة وطنية، نعم، التكفل بها أعلى هرم من السلطة، ليس من قطاعنا فقط، نعم، السيد رئيس الجمهورية كما صرح في كل مناسبة أنه يحظى بالأولوية في التوجيهات، وبالتالي المخطط الذي قد يوضع سواء في قطاعنا أو في قطاع آخر سيكون في إطار مخطط متكامل يتم دراسته يومين على مستوى وزارتنا، نعم، كاين خلية أزمة وضعت، وعلى مستوى كل هيئة الضمان الاجتماعي وهيئة تحت وصاية الوزارة هناك خلية أزمة تتابع الأحداث يوما بعد يوم وتنقل المعلومة على مستوى المركزي ليتم دراستها، وبالتالي أي مخطط سيكون بالنظر إلى المستجدات، وإن شاء الله احنا متفائلين خير في تطور إن شاء الله الوضعية. إن شاء الله تطور على التفاؤل، إن شاء الله كلنا متفائلون إن شاء الله بالالتزام واحترام كل التدابير الوقائية كذلك والتزام الحجر المنزلي، تخرج الجزائر من هذه الأزمة منتصرة إن شاء الله. طيب سيدي الكريم، اليوم الجزائر تعيش كما قلنا أزمة ومحنة، أنتم يعني على مستوى وزارتكم وضعتم مجموعة من التدابير التي تخص المواطن، بالنسبة لعمال الوزارة ما هي التدابير التي وضعت لوقايتهم، خاصة ونعرف اليوم أنهم من العمال المواجهين لهذا الوباء يعملون يوميا وبشكل دوري؟ على كل حال احنا كإطارات وعمال في القطاع مطالبين ومن واجبنا اتباع كل الإرشادات والإجراءات التي تم إعطائها من طرف الهيئات المختصة في هذا المجال فيما يخص التباعد، نعم، فيما يخص تقليل الاجتماعات، تقليل التنقلات التي ليست في الضرورة، استعمال وسائل الوقاية سواء عن طريق تنظيف الأيادي باستمرار، نعم، استعمال الكمامات واحترام مسافة مع المواطنين في حالة قدومهم للاستفسار والحصول على خدمة. إذن المهمة
في هذه المناسبة لكل إطارات المسيرين لهيئة الضمان الاجتماعي وعلى المستوى المركزي هو السعي لاحترام هذه الإجراءات. نعم. ونظن الاحترام لكل هذه الإجراءات هو السبيل الوحيد للحد من انتشار هذا الوباء، ولن نكون في منأى على هذا المسعى. لهذا السبب نحن نعمل في هذا الإطار. طيب دكتور فوزي، هو ما هي كلمتكم لكل هؤلاء العمال الذين يواجهون اليوم هذا الوباء، الذين يعملون بشكل منتظم، ربما لم تتح لهم فرصة الحجر المنزلي أو الحجر الصحي، هم مجبرون اليوم على الخروج إلى العمل والعمل لساعات طويلة، ربما لساعات إضافية لتقديم خدمة عمومية للمواطن؟ شكرا، نشكرك على هذه الفرصة اللي أعطيتها لأعطي تحية خاصة لكل العمال الذين كان بإمكانهم المكوث في البيت، لكن التزامات العمل والالتزامات المهنية حتمت عليهم الخروج حتى بعد أوقات الحظر للاحتياجات المصلحية. العمال في الصفوف الأولى، نذكر منهم قطاع الصحة الذين يواجهون هذه الجائحة في الصفوف الأولى. كل هذه العمال نظن أول ما لهذه السنة ستكون له نكهة خاصة، لأنه سيأتي لتكريم فئات عمالية ساهمت وضحت من نفسها في سبيل مقاومة هذه الجائحة، والحمد لله الثمار بدأت تظهر والإجراءات التي تم اتخاذها أعطت ثمارها. إن شاء الله احنا متفائلين خير إن شاء الله، ونشكر كل العمال وما لازمش يتوقفوا عن النضال من أجل الوصول إلى هدف وهو القضاء على هذه الجائحة. دكتور فوزي، هو نحن بدورنا نشكرك على تلبية الدعوة ونشكرك على حضورك اليوم رغم الظروف. نشكر من خلال شخصك الكريم كل القائمين على الوزارة وكل العمال. شكرا جزيلا لك. كان معنا الدكتور فوزي، هو المدير العام للضمان الاجتماعي بالنيابة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. شكرا جزيلا لك. أما أنتم مشاهدينا، فاصل ونعود. وفي عز الأزمات مشاهدينا، تشحذ الهمم وتفجر تلك الطاقات الشبانية الهائلة التي تملكها الجزائر. جمعيات ومنظمات تنشط في عدة مجالات، تقدم رسالة إنسانية وعملا نبيلا، وتعمل دون هوادة عبر كل التراب الوطني، وتصل إلى تلك المناطق المعزولة التي ربما لا يعلم أهلها وسكانها حتى بخطورة هذا الوباء. حمت غايتها أقول التحسيس والتوعية وتقديم المساعدات، مما جعل منها عنصرا فعالا في المسار المبذول للخروج من الأزمة الوبائية. من بين هذه الجمعيات المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة التي يرأسها السيد سفيان عفان، ضيفي لساعة اليوم. أهلا سيد سفيان عفان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكرك الأخت، نشكر كل طاقم التلفزيون هذه الاستضافة. عفوا، وشكر موصول لك كذلك لقبول الدعوة. اليوم نتحدث عن المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة. أولا عرفنا عن هذه المنظمة. قبل الولوج إلى التعريف على المنظمة، نعم، نتقدم بتعازي القلبية إلى كل المتوفين على أثر هذه الجائحة التي ألمت بالعالم ككل وبالجزائر خاصة، وندعو الشفاء العاجل إلى كل المصابين. بالنسبة للمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، هي عبارة عن جمعية ذات طابع وطني، وهي فتية نشأة مقارنة بفعاليات المجتمع المدني الأخرى. نعم.
وحيث ان شعار هذه ان شعار منظمتنا الا وهو منذ البدايه مواطن جزائري هدفي خدمه بلدي، اي نحن دوما في خدمه الوطن والمواطن وهذا هو هدفنا الاساسي. طيب سي سفيان عفان، اليوم الجزائر تعيش ازمه صحيه وبائيه ربما لم تكن في اجندات المنظمات والجمعيات، كيف تم التاقلم مع هذه الازمه؟ ما هي التدابير التي اتخذتموها؟ ما هي الاعمال التي قمتم بها؟ بخصوص هذه الجائحة التي ألمت بوطننا الحبيب، نعم. الشيء الأول منذ الوهلة الأولى خاصة القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية وكل المسؤولين على مستوى الوطن الجزائري، فنحن كنا السباقين أننا ألغينا كل النشاطات، نعم. توقيف هذه النشاطات كانت لدينا العديد من الملتقيات سواء الجهوية أو الوطنية أو المحلية، لأن هناك أولوية، هناك أمر صحي يهم كل مواطن جزائري، يهمنا نحن، يهم عائلاتنا، إخواننا، زملائنا، جيراننا، فلهذا كان هناك طابع استعجالي، فبعوض أننا كنا ننظم نشاطات أو فعاليات مباشرة كان هناك تأسيس خلية أزمة على مستوى منظمتنا، وهذه الخلية متكونة من أعضاء مكتب وطني وكافة رؤساء المكاتب الولائية، أعطيناها طابع وطني. الشيء الأول الذي قمنا به ركزنا بالأساس على التحسيس والتوعية، نعم. التحسيس والتوعية لأنه الهدف الأساسي، وكما يعلم الجميع أن هذه جائحة كورونا أن الهدف الأساسي والذي نصب إليه أننا نوصل الفكرة إلى كل مواطن، بورت أبورت للمواطن على مستوى الشركات، على مستوى المؤسسات التي تعمل، على مستوى البيوت، وخاصة أن نلاحظ أن هناك دواء واحد وأوحد اليوم ألا هو بقاء في البيوت، فلهذا فركزنا على الجانب التحسيسي والتوعوي. عندما نصل اليوم إلى أخي وجاري وصديقي وزميلي والذي يعمل معي وكذا كافة المواطنين من أجل هدف واحد، نقولها وهذا هو النداء اللي بدأنا منها من يوم الأمل لنشاطاتنا، نعم. أننا نطالب المواطنين بالبقاء في البيوت. طيب كيف تذهبون أنتم إلى المواطن؟ هاي عن طريق قوافل، نعم. عن طريق ماذا؟ في بداية الأمر، نعم. هناك عمل على مستوى اليومي أو الأسبوعي إلى على حسب كل أسبوع، ولدينا أنشطة نفعل فيها. الأيام الأولى من هذه الجائحة كانت لنا نشاطات ولائية، أي على مستوى كل الولايات، وكنا نركز في الأساس على المساهمة في التوعية والتحسيس عن طريق توزيع مطويات، عن طريق المساهمة وبشكل أكبر خاصة على مستوى منصات الفيسبوك، نعرف أن الفئة كبيرة من الشباب أصبح الفيسبوك كمنافس، لأنه كل شاب جزائري وخاصة اليوم عندما نقول أن الشاب أو الشابة أو الرجل يكون في البيت نتاعه، معناتها ركزنا أنه يكون الوسائط الاجتماعية ركزوا لإيصال الرسائل. والشيء الآخر، هناك ولوج على مستوى الميدان، مستوى الميدان بالنسبة لمناضلين، وهذا بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني بدون استثناء، لأنه اليوم قلت هالمجموعة تاعنا أننا لابد من نزع غطاء قبعة المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، نعم. اليوم غطاؤنا ألا هو أنني شاب جزائري متطوع من أجل تقديم خدمة للوطن، وأن هذه المحنة بإذن الله، أن هذه المحنة إن شاء الله في هذه الأسابيع وندعو المولى عز وجل أنها تصبح منحة لوطننا طيب العزيز. طيب أستاذ سفيان، كيف ينشط هؤلاء الشباب على مستوى المنظمة، على مستوى هذه القوافل، وما هي وسائلهم للإقناع؟ نعرف أن الكثير من المواطنين اليوم خاصة في المناطق المعزولة وفي أقصى الجنوب كذلك النقاط التي يصل لها أعضاء هذه الجمعية، كيف يجري الأمر؟ نتحدث عن القوافل مثلا، هناك الشيء الطبيعي والعادي على مستوى الولايات والأحياء، إلا أننا بعد مرور الأيام انتقلنا من العمل الولائي، ما تنعطي على سبيل المثال أننا، نعم. هناك أصبحنا لدينا نشاطات جهوية ونشاطات عبارة عن تعتبر وطنية، مثلا في هذه اللحظة اليوم في الحين كان هناك مثلا بمساعدة بعض المتعامل الاقتصادي، مثلا هناك قافلة جهوية انطلقت على مستوى ولاية بشار والتي غطت 21 بلدية، وفي هذه اللحظة أنهم انطلقوا من ولاية بشار والمتعامل أمدنا بالحافلات وهو متعامل حمادي، أنه اليوم الشباب نتاعنا راه على مستوى بلدية إيقلي، بلدية إيقلي تنتمي إلى ولاية بني عباس، وفي هذه المناطق هناك مناطق الظل، عندما نتحدث على آخر نقطة مثلا تيمودي، مثلا كرزاز، مثلا لواتة، هذه المناطق هذه، نعم. معناتها احنا لوبجيكتيف نتاعنا أنه يكون هناك واحد اللحمة ما بين الشباب، أنه شاب من ولاية بشار ينتقل إلى بني عباس وبعدها إلى ولاية تيميمون، وإن شاء الله أنه يزور كذلك ولاية أضرار، وإذا تحتم الأمر أنه إن شاء الله ثاني كذلك نزور ولاية تندوف. الهدف بسيط، أنه اليوم نوصل رسالة أن هذا الشباب الجزائري أنه دور
دوما واقف في المحنه مع البلاد نتاعه، ونوصل نبلغوا الرساله لهؤلاء الشباب. واخر نقاط خاصه مثلا كاين اليوم من نركزوا مثلا نشوفوا ان الولايه الام مثلا اللي شاف اليوم انها كاع الناس راها تمدد لهم يد المساعده. انا ندائي اليوم انه ان شاء الله مثلا كجمعيه نتاعنا ولا جمعيات اخرى، حنا ما عندناش، انا قلت من النهار الاول في اطار هذا الجهد نحينا لا كاسكيت تاع المنظمه. اليوم خدمتنا كمتطوعين للوطن انه ان شاء الله كل الجمعيات وكل المنظمات، ونشكر كذلك نلاحظوا ان هناك فاعليه بالنسبه لوزاره البيئه ولا وزاره التضامن وكل الوزارات، وزاره التكوين المهني، نلاحظوا ان هناك تلاحم من جميع القطاعات، سواء قطاعات حكوميه او فعاليات مجتمع مدني او قطاع الامن برمته، انهم يساهموا. اننا اليوم من ندائي اننا لكل انسان على الاقل ولو جمعيه في ولايه واحده انها تزور مناطق الظل وتشوف الناس اللي راها محتاجه حقيقه التوعيه والتحسيس والمساعده. طيب سيد سفيان عفاف، انتم من خلال هذه الخرجات الميدانيه، من خلال تعاملكم مع المواطنين في تلك المناطق المعزوله، مناطق الظل، هل لمستم ان هناك وعي حقيقي بخطوره هذا الوباء عندهم؟ هناك حقيقة في بعض البلديات، في بعض المناطق معزولة، أن الأفكار خاصة هناك تحرك. نعم. تحرك مثلا من طرف الهيئات الإدارية، من طرف البلديات، هناك تحرك. مثلا نعطيك على سبيل المثال، هناك قرى مثلا على مستوى جيجلال، قرى على مستوى مثلا باتنا وكذا في الغرب الجزائري أو في أقصى، مثلا هناك مجموعة من الشباب ينشطون على مستوى عين صالح. نعم. أنه كاين أماكن مثلا ما تلحقهاش حتى الانترنت، مش معناتها هاد الناس ما يحكيش على، ما يحكي لكش على الفيسبوك، معناتها ولينا نوصلوا بورت ا بورت. كاين هناك الجائحه، ونشكر وسائل الاعلام اللي راها تقوم بالدور، انه ولا هناك جانب تحسيسي بخصوص هذا الجانب وخطوره هذا الامر هذا. طيب هذه المنظمه هي المنظمه الجزائريه للبيئه والمواطنه، لماذا البيئه والمواطنه؟ كانت في البدايه تخص يعني الجانب البيئي. نعم. بخصوص منظمة البيئة والمواطنة، كان أول شيء أننا كان عندنا نعلم أن هناك توجه معين، والغالبية المناضلين أننا كان التوجه تاعنا المساهمة في النشاطات البيئية. نعم. المساهمة في التوعية والتحسيس وجانب المواطنة. إذا تحدثنا مثلا على الجانب المواطنة في هذا، أنا على نقول باللي هذه المحنة إن شاء الله تولي منحة. نعطيك أمثلة بسيطة، مادام الأخ زميلي قبل كان يتحدث على معاشات المتقاعدين. نعم. لاحظنا أن المناضلين تاعنا كانت هناك خرجات جديده، يلاحظوا ان المناضلين تاعنا، نعطي على سبيل المثال مثلا خاصه البلديات. نعم. انا نركز دوما على مناطق الظل والمناطق اللي تحتاج مساعده. نروحوا مثلا البلديه المطمر على مستوى غليزان، بلديه المحمديه، غالبيه بلديه شلف كذا، جيجل سكيكده، لاحظوا ان المناضلين تاعنا برفقه اخوانهم اخرين المناضلين، انهم قبل ما يتوزع المعاشات نتاع كيما نقولوا ابائنا المتقاعدين، انه الشاب يجي 6:30 تاع الصباح ولا 7 بعد هاد الاوقات اللي رانا نحترموها، لاننا دوما مادام نقولوا منظمه لازم نكونوا منظمين، ان الشباب يجوا في فترات صباحيه انهم يساهموا في تنظيم الطابور ويسهلوا ان هذاك الانسان، على الرغم ان هناك توصيات من طرف الدوله انه يقدر يدير دي ديروغاسيون، ان هاد الشباب تاعنا خرجنا من الجانب نتاع البيئه والمواطنه. احنا كنا نركزوا مثلا، احنا كنا نسموا هذا الشهر اللي راه جاي، كنا طالقين مبادره نتاعنا انه شهر التفاؤل للمساهمه اكثر واكثر في عمليات التنظيف وعمليات التزيين بالنسبه للاحياء، وكذا المساهمه في انجاح الحمله الوطنيه للتجر، ونحن مستمرين ان شاء الله في التفاؤل. ان شاء الله نستمر في التفاؤل، لما لا يكون شهر ماي هو شهر التشجير والتفاؤل والخروج، وخروج الجزائر وكل الجزائريين من هذه الأزمة إن شاء الله. طيب سيد سفيان، أنتم متواجدون على عدد كبير من الولايات، ما هي الولايات التي أنتم متواجدون بها؟ نحن اليوم نشاطنا هو مستمر، اولا كما نقولوا احنا بالنسبه للمنظمه هي منظمه فتيه. نعم. ويعلمون هناك اختلاف بالنسبه للدعم وللمساهمه. انا اقولها دوما وتكرارا ان دعمنا وميزانيتنا هي الاصرار والعزيمه. هذا هو المبدا الذي انا والاخوه اللي معايا في المنظمه نعطي مثلا كذلك مساهمتنا للجيش الابيض.
بالنسبة لتحياتنا لكل الأطباء والعمال على مستوى القطاع الصحي والممرضين، أننا مثلا على مستوى ولاية سيدي بلعباس لأنه نشاطاتنا جهوية، أنه لقينا الحمد لله هناك متعاملين اليوم هم أصبحوا كذلك متطوعين. نعم. نعرفوا بلي أن هناك مثلا، نعطي على سبيل المثال، هناك على مستوى سيدي بلعباس مؤسسة البروديرما هذه هي متخصصة في المواد التعقيمية الصحية، أن هذا الإنسان ساهم معنا بنسبة معتبرة من هذا وحنا وجدرنا هذه الأمور هذه اللي استلمناها هي عبارة عن أمانة وعبارة عن عمل تطوعي اللي باش نساهموا فيه لهذا. طيب أستاذ سفيان، دون ذكر اسم، نعم، أسماء للمؤسسات وأسماء للخواص، اليوم الدعم من أين تتلقاه؟ من مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة هكذا؟ نعم فقط. احنا بالنسبة للدعم الذي نتلقاه اليوم، هناك بعض الأنشطة وكما كعادتنا أنها تكون ديكوتيزاسيون أمور ما بيننا احنا كمناضلين، وكاين مساهمات الحمد لله الجانب سواء الجانب انا اليوم قلت هالمجموعه تاعنا ومناضلينا انه استعملوا اختام المنظمه للخير. نعم. انك انت كرئيس جمعيه وكرئيس منظمه ما خاسر والو انك عندما دير طلب دعم ومساهمه باش نوصلوا. اليوم نشوفوا باللي كنقولوا لفتره الحجر الصحي وحنا نلتزموا، حنا نلتزموا كمواطنين، بصح لابد اننا نخموا في هذا المواطن المحتاج. حنا في فتره ما قال مثلا قفات رمضان او مساهمه رمضان كانت على فئه معينه، الا انه اليوم ما دام لازم ان الشعب نتاعنا يلتزم، هناك العديد من الفئات وخاصه الجورنالي مثلا الحلاق، مثلا الانسان اللي كان يخدم في مقهى، مثلا سائق سياره الاجره، هذا يحتاج لدعم. ونتمنى ندائي اننا نكون مثلا انا نسكن في حيمه، نعم، اذا كنت متوسط او ميسور الحال نخمم على الاقل في الجار نتاعي، نخمم من هذا الفكر تاع الحمد لله. انا هذه الحاجه اللي لاحظتها ان اليوم احنا كشباب لاحظنا انها على الرغم واش راه صاري عندنا اليوم، الا اننا هناك تضامن وهناك اخوه ما بين الشعب الجزائري والحمد لله. الشيء ندعو المولى عز وجل اننا ان شاء الله كما انتصروا المجاهدين بدون امكانيات على العدو الفرنسي، نتمنى ان شاء الله اليوم نحن كشباب والحمد لله دولتنا قائمه الحمد لله. طيب استاذ سفيان، الدوله تدعو اليوم الى وضع هذه الحركات التضامنيه الجمعويه في قنوات لتكون يعني في تدابير قانونيه ليصل صاحب الحق الى صاحبه. نعم. انتم هل تعملون مع جهات معينه؟ هل تعملون في اطار قانوني مع خاصه التنسيق ربما مع جمعيات اخرى؟ نعم. احنا بخصوص هذه الامور مؤخرا خاصه مراسله السيد الوزير الاول الى كافه الولات انه يكون هناك عمل منظم، ونجد من تلقاء انفسنا انه العديد من المنظمات هناك تنسيق وعمل يومي وهناك كذلك اتصالات فيما بيننا. نعطيك على سبيل المثال يعني العمل الجمعوي اليوم هو عمل موحد، العمل الغالبيه هناك مثلا تكتلات، هناك بس الهدف الاسمى. نعطيك على سبيل المثال دوما في نهايه اخر الاسبوع هناك اتصالات فيما بيننا تنسيق قبل الدخول، هناك اتصال مع رئيس رؤساء العديد من الجمعيات سواء الاخي بالنسبه للقائد العام الكشافه او اخي سمير بن غول، هناك العديد من رؤساء التنظيمات سواء الشبانيه او الطلابيه، هناك تنسيق في عملنا. ان ولينا نلاحظوا اليوم ان البلد على مستوى البلديات هناك العديد من اللجان لتوزيع، الا انه واش نقولوا نتمنى انه يكون عمل منظم، ماشي مثلا ان احنا رانا ماذا بينا خوتنا كاع يكونوا عايشين مليح وكاع يلحقهم المؤونه نتاعهم خاطرهم مجبرين بالحجر الصحي. غير ان لازم يكون تنظيم مدقق، ماذا بينا انسان مثلا هذا القفه ولا هذا التوزيع ولا هذا الخير يعم على كافه الناس اللي راهم محتاجين. طيب للاسف في هذه النقطه نشاهد ان جمع هذه التبرعات ربما ليس بالامر الصعب. الشعب الجزائري هو شعب سخي، شفنا الكثير من القوافل التضامنيه يعني الضخمه الموجهه الى البوليده الى كل الولايات للفئات المعينه، ولكن للأسف على الجانب الأسود نرى تقصيرا فظيعا في عمليات التنظيم وتوزيع هذه المعونات. للأسف دور الجمعيات التضامنية، دوركم اليوم في هذا الجانب؟ نحن اليوم هناك مثلا هناك عمل عام، نعم، مادام ذكرتي اختي البليده ان نقول انها البليده الوريده ان شاء الله تدوم عليها الفرحه وتدوم الفرحه على لانني اعتبر نفسي اليوم انني ابن 58 ولايه، نعم، انني ابن 1521 بلديه. لابد الانسان انه يخمم كل جزائري في كل قطر واش الخاصه. حنا نشوفوا باللي القوافل الخير على مستوى البليده على مستوى مناطق الظل من طرف الولايه من طرف المحسنين من طرف ولكن لابد من عمل منظم.
حنا انا نتمنى نقولها انا لان عزه وكرامه الجزائر تحس في الخاطر نتاعي. هل اقترحتم مخططا مثلا للتنظيم؟ هناك مثلا العديد عندنا عينات من المكاتب البلديه، انا اركز على مناطق الظل. مثلا هناك بعض المكاتب البلديه وضعوا مخطط شامل كيفيه من الوزير الاول دار التعليمه، هناك مخططات من طرف نعطي على سبيل المثال. وخاصه هناك تلقى انه اللي كانت عندهم خبره في توزيع مثلا قفه رمضان، هادو الناس اللي نعطيهم الفرصه، ما تكونش عندنا ذاك الان. انا مثلا عندي الجمعيه نتاعي في ديك البلديه ناشطين نعطيه الاولويه، في بلديه اخرى جمعيه اخرى عندها خبره خير من نخلي لها لافونتاج. حنا ما راناش التنافس من اجل البروز، حنا التنافس نتاعنا اليوم هو التنافس لأننا نساهم جميعا لتقديم خدمة ولو ب1% على الأقل. قال أنا كمواطن جزائري ساهمت في هذه الجائحة وإن شاء الله تمر علينا بخير. طيب أستاذ سفيان، هل تدعونا إلى تأطير هذه التكتلات ووضعها في إطار قانوني جمعوي يسمح بتنظيم عملها على مستوى الوطن؟ أنا أقولها وأكررها، أنا أبواب منظمتنا وأنا كصفيان عفان أنني أعمل مع الجميع، ولكن بشرط أنه يكون هناك إخلاص في العمل. وأن أنا قلتها وأكررها أنها في هذه الفترة أننا نزعو جميع الخلفيات، وإحنا ماذا بنا أنه تكون تكتلات لجميع فعاليات المجتمع المدني. وأنا كنت نادي بها قبل مش الفترة نتاعها، لأن هذه الفترة الدولة راه تحتاجنا. إحنا نتمنى إن شاء الله أن فعاليات المجتمع المدني الحقيقية والميدانية والتي لها خلفيتها وأمامها الوطن وفقط، أن إن شاء الله نتكتلوا جميعا. أنا ما عنديش فرق بين ذاك كبير وذاك صغير. إحنا الهدف تاعنا، أنا نعطيك مثال، أنت كاين في مناطق بعيدة مثلا تمشي لأقصى الجنوب ولا أقصى الشرق ولا أقصى الغرب، ما تنجمش انك كمجتمع مدني انك تقدر تكون متواجد في 1541 بلديه، هذه من المستحيلات. احنا ماذا بنا يكون بيناتنا عمل جماعي ويكون بيناتنا عمل مقنن. والحمد لله اليوم، انا نعطيك على سبيل المثال، هناك مثلا وزاره التضامن ولا وزاره التكوين المهني، هناك دعوه مثلا لزادياس على مستوى البلديات، على مستوى كل ولايه يدعو لفعاليه المجتمع المدني. احنا نعطي عليها، قلت لك باللي كاين استجابه حتى من الجانب، احنا كاين بعض الولايتين ثلاث ولايات تخصص في المبادره رمزيه انهم المنظمه تاعنا ساهمت على مستوى تيليمسان وعلى مستوى خنشله والجلفه بالتنسيق مع مديريه التكوين المهني. تفضل. على مستوى مديريه التكوين المهني اللي المساهمه في انجاز الكمامات. انه اليوم احنا جد فخورين بالشباب نتاعنا انه يساهم ولو بالقليل من اجل المساهمه في دعم الوطن. هل تتفاعلون مع هؤلاء الشباب على منصات التواصل الاجتماعي؟ هل هناك دعوه للتطوع للمتطوعين؟ مثلا على مستوى بالنسبه للصفحه، صفحه هناك صفحه وطنيه وهناك صفحات ولائيه وهناك صفحات بلديه بالنسبه للمناضلين. نجد مثلا، نعطيك مثال، بعض الولايات اللي مازال ما نصبنا، كنا لا غالب هذه الفتره هذه كنا دايرين باش نزوروا ولايات للتنصيب، ولكن هناك اتصال، اتصل بي مثلا زميل من الزملاء يقول لي انا مواطن ولا بالصف، انا اتصلوا بي مام بالهاتف، اتصل بلي احنا دايرين الارقام تاعنا تاع المنظمه، يتصلوا بنا قال راه خاصني هذا الامر هذه، نسعاو ونتصلوا سواء مع غير سواء على المستوى الاداره ولا سواء فعاليه المجتمع المدني، ان هاد العائله راه محتاجه هذا الشيء، اننا نطرقوا الابواب ونوصلوا لها الحاجه اللي نقدروا عليها. طيب سيد سفيان عفان، هل برايكم اليوم ان دور المجتمع المدني، دور الجمعيات، دور هذه التكتلات هو دور محوري خاصه في هذه الايام الصعبة؟ اليوم حديث كبير عن الحملات التحسيسية التوعوية، حديث عن العمل الجمعوي، هل برأيكم اليوم أن هذا الدور سيكون محوريا وفاصلا في حل الأزمة؟ بالنسبة لفعالية المجتمع المدني اليوم لها دور جد كبير، لأننا عندما نقول شساعة الوطن وشساعة الجزائر، أن الحمد لله نشوف أن سواء الإدارة برمتها لمصالح الأمن والدرك الوطني، اللي نجد إخواننا ملائكة الأرض الحماية المدنية أو الجامع هم يساهمون بصفة كبيرة، ولكن العدد لابد أنه إنسان مثلا كما نقولوا لي فيكتيف نتاع هذه الهيئات
عنده بصح مين يشارك معك فعاليه المجتمع الدولي؟ لو كان في كل ولايه يشاركوا معك 100 200 300 400 معناتها هذو اضافه. اي انتم تدعون الى التكتلات الجمعويه. احنا 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 واش نطالبوا ان شاء الله؟ نعم. انه يكون تكتل والناس تخدم مع بعضها. نعم. ونتمنوا كذلك ان نشوفوا اليوم انها رئيس الجمهوريه وهو مشكور انه ينادي الى تفعيل دور فعاليات المجتمع المدني وفي كل خطابات نتاعه يهدر على هذا المجتمع المدني. احنا ماذا بنا هذه الرساله والنادي بها كعضو من فعاليه المجتمع المدني الى كافه الوزراء وكافه المنتخبين ان يكون يد الدعم والمساهمه ونعملوا خاوه. احنا ماشي اشكال، احنا كمكمل انا غدو ما عنديش ديك لاكاسكيت مثلا وزاره ولا بلديه ولا معليش، احنا رانا نقدموا يد العون انه ان شاء الله يكون هذا التكتل وطني من اجل بناء الوطن لا غير. لا غير. شيء جميل سفيان عفان، اريد ان اثير نقطه فقط. اليوم ربما من خلال المواطنه في الجزائر هناك نقص يعني في توعيه وتحسيس بخصوص الاعمال التطوعيه، هل تدعون اليوم الشباب الى التطوع في هذه التكتلات وفي هذه الجمعيات؟ احنا بالنسبه للعمل التطوعي، العمل التطوعي هو عباره عن عمل عفوي. نعم. هو بدون مقابل. احنا هذا الشيء اللي نركزوا عليه، لابد ان الانسان اولا هذا المواطن راه اليوم يقوم بالاداء نتاعه يتطوع، بصح كاين شيء اخر. نعم. انا مثلا كانسان معليش قال راه عندي خبره وفت في المجال الجمعوي سواء الطلابي ولا العمل تاعنا كاداريين، بصح هذاك الشاب اليافع اليوم ذاك الشيء تاع 18 سنه 19 سنه 20 سنه 25، احنا نتمنوا هذا الشباب معناتها راه بينيفول ولو يكون هناك غير متابعه معنويه معناتها مرافقه يستقبلها رئيس المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لانها النواه الاساسيه الاولى، يكون الابواب مفتوحه من طرف الاداره هذه المرافقه هذه الميدانيه، ويكون الابواب مفتوحه للجميع بدون استثناء. انا نقولها دائما كي تكون الابواب مفتوحه هذا الشاب بدون مقابل نشوفوا اليوم واش راه يدير، معناتها غدا من يلقى مرافقه ويلقى الانسان اللي يعطيه ديك القيمه ولو معنويا. احنا ماناش نقول احنا رانا متطوعين، انا ما نقولش عطينا عيب أن الإنسان في هذه المرحلة والمرحلة أخرى أنك يقول لك نخدم خاطر أنا نخدم الوطن، ماناش نخدمه باش نخلصه من أجل عيب، هذا عيب وعار. غير واش تكون هذاك القبول هذاك. طيب كلمة باختصار أستاذ سفيان، كلمة ختامية. كلمتي الختامية التي أقولها وأنادي كل مواطنين اليوم، شوفوا بلي هذه جائحة كورونا راح تصيب الوطن تاعنا، وهناك كما قلت في البداية نتاعي أننا هناك وفيات وربي يرحمهم ويوسع عليهم، هناك العديد من الإصابات. نتمنى عندنا حل في يدينا، واش هو الحل تاعنا؟ أننا نساهموا بالبقاء في بيوتنا من أجل الحفاظ على نفسك وعائلتك والحفاظ على وطننا الحبيب. شكرا جزيلا سيد سفيان عفان مدير أو رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، شكرا لتلبية الدعوة، شكرا لحضورك. لقاؤنا إلى هنا يأتي إلى ختامه، ألقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. التزموا بيوتكم ووعيكم يحميكم. إلى اللقاء.